الان انت اعترضت موكب رئيس الوزراء، شو حكى لك؟ رئيس الحكومه، ورئيس الحكومه امر بال احضار رئيس الحكومه. رئيس الحكومه حرفيا قال لي اذا مره ثانيه بتلاقي انا وياك بالطريقه هاي، هيني انا اقسمت بالله وانا على وضوء والله لا احبسك. ليش تحبسني؟ ليش ما بتحبس الفاسدين اللي سرقوا مليارات الوطن ووصلونا للمرحله هاي؟ ليش ما تحط الفاسدين اللي هربوا الاموال والممتلكات برا البلد؟ مش علينا احنا عشان نطعم اولادنا خبز. شو اللي طلبته من رئيس الحكومه؟ انا بدي اطعم اولادي خبز بالطول ولا بالعرض؟ اذا جلاله الملك بيقبلنا كل يوم قاعدين نتسول على ابواب المسؤوليه. كم المده اللي ظليتك مغلق الطريق فيها؟ بال 10 دقائق ربع ساعه. انت معترض موكب الرئيس؟ نعم معترف موكب الرئيس، وحكيت معه يا سيدي الله كثر خيره اللي قبل انه يحكي مع مواطن اردني كويس. وللاسف الشديد